Modric FM Podcast. Zij is goed. Har gooier. Har gooier. Har. Come on, baby, yeah. انا بديت قاعدين نتنو قالوا شنديرو تحوير مش نفهمش قاعدين ندنو فالحو فتبندير الرايا امو خيتي قاعدين نتنو شباش يصير الرايا امو خيتي قداش باش ينحو من نوزير ينحو ما بجبالي نحكي الديمغرافية يزي وخطانا من لغة الشرعية باش نكون حكومة كفاءات وطنية وهذه الكل إشارات ربانية حكاية التحويرة ولا كيتومي جيري باش نحي العريض ونحي البحيري دي سيزون يبعد والله يسيفيني وكما قام رسال أنا اخترت وطنية يزي كله جيكا يجبالي ما يخرجش عليكا يجبالي وراني خوك يرشودا يجبالي خلي أمورنا مقدودا يجبالي يرشودا قطعوا فوتو يجبالي واعطيلي واجكوتو طبالي حك على حماري يجبالي خل النهضة الدادي انا بديت قاعدين نتنو قالوا شنديرو تحوير مش نفهمش قاعدين ندنو فالحوف تبندير الرايا امو خيتي قاعدين نتنو شباش يصير الرايا امو خيتي قداش باش ينحو من نوزير انا كحمد دا نقولك واش الدير بدل الناس الكل ومتخلي حتى وزير جيب ناس كفاءات من حزب التجديد كان عندك فينا شك برا اسهل عم رشيد نحب برش الجيش او نموت على التجنيد قلبي صافي زبدة وراسي حديد في حديد حمادي يا معارضة ويا اسفر فاصل ما تسمع حتى حد في المبادرة طاق واصلة يزي كله جيكا يجبالي ما يخرجش عليكا يجبالي وراني خوك يرشودا يجبالي خلي امورنا مقدودا يجبالي يرشودا قطعوا فوتو يجبالي واعطيلي واجكوتو طبالي حط على حمادي جبالي دخل النهضة الدادي يا جبالي وخي هاولي في بالك كان فهموا حاجة اخوك سبسي سلك هالك وكانك عالكوت هالمعارضة طلع حالك وحكيت النمر بعد شوية نحكيها لك حكيت عليك عليك في نهار وحنا سهرين قالت لي حمادي جبالي راهو حنين ما عندوش تكليف وما يحبش الفيس وهي الفرنس بيا خير من الفرنسيس ها ما Moi je France, mais que français, bien sûr, moi je parle, je France, pas, pas de problème, moi pour rien, un problème, tu parles du tout, moi, la Russe, je français. شو اللعبة توا؟ كوا تبارم صلي على النبي شو الكلمات؟ تي فرانس ميو كو الميليتار اي سيدي اي بارل بيان صلي على النبي صوتك راه كرتوش في قلبي كرتوش تاع فرونسي كمل سيدي حوت عليك اي كمل اي بيان سور جو كونتيني موا اي لو روس فرونسي يزي كله جيكا يجبالي ما يخرجش عليكا يجبالي وراني خوك يرشودا يجبالي خلي امورنا مقدودا يجبالي يرشودا قطعوا فوتو يجبالي واعطيلي واجكوتو طبالي حط على حمادي يجبالي دخل النهضة الدادي طبالي اي Modric FM Podcast.